يومي ومنذ الساعة 9 صباحا وبعد مناقشة الدفوع الشكلية للدفاع في الجلسة الفارطة، كان اليوم تعقيب الدفاع على ما تفضل به السيد الوكيل العام من مناقشة في الدفوع الشكلية التي سبق أن طرحها في الجلسة السابقة، مناقشة قانونية لم نتطرق بعد إلى المتابعة ولا إلى فصولها ولا إلى شكلها، لم يتم الاستماع إلى الممثلين أمام هذه المحكمة، لم يتم مناقشة الموضوع ولم يتم التطرق بعد لأي نقطة من نقاط المتابعة في الملف. لا زلنا في مناقشة فقط القانون. تم تأخير الملف إلى جلسة 21/9 وتم استدعاء طرف من وصفه القانوني في هذا المحضر على أنه مطالب الحق مدني، سوف يتم استدعاؤه، سوف نناقش حيثيته وظرفيته وسوف نشرع في مناقشة المتهمين في هذا الملف. شنو نظركم أستاذة على التعقيب النيابة العامة؟ تعقيب النيابة العامة أو تعقيب الدفاع هو تراشق قانوني عادي جدا في إطار احترام الواجب المؤسسة القضائية واحترامهم للدفاع في مناقشة القانون، نبحث عن المواد التي هي مسطرة والتي وجب الانضباط لها طبقا للقانون، والتي قال من خلالها المشرع المغربي في المادة 57 أنه إن لم يتم إن لم تكن هناك شكليات قانونية مضبوطة حسب ما سطره المشرع المغربي في المسطرة الجنائية فيمكن القول ببطلان جميع الإجراءات التي كانت في داخل الملف، ولهذا نناقش من خلال الدفعات الشكلية نناقش النيابة العامة في تطبيق السالم للقانون وندعوها إلى تطبيق السالم للقانون وإلى تفعيل القانون والقول ببطلان جميع الإجراءات التي كانت تخالف مقتضيات مواد المسطرة الجنائية. أستاذ غادي الزهراء، هناك وثيقة لخلقت الجدل ما بين الدفاع والنيابة العامة. هي مجموعة ديال الوثائق ماشي وثيقة. الإشكال هو اللي كاين أن النيابة العامة عرضت علينا أنه ما ناقشناه نحن في إطار أن المحاضر الاستماع للأطراف لم تكن موقعة من طرف محررها فأدلت النيابة العامة وتم عرض النيابة العامة لهذه الوثائق التي كنا نناقشها أنها غير موقعة فقالت بأنها موقعة، فتفاجأنا في كون المحاضر التي توفر عليها النيابة العامة أو تتوفر عليها الهيئة ليست هي نفسها المحاضر التي يتوفر عليها الدفاع. نحن لدينا محاضر تم تصويرها في كتاب الضغط التحقيق وهي التي يتوفر عليها الدفاع جميعهم، وهذه الوثائق هي محاضر أو تصريحات لهؤلاء الأطراف والتي لم يوقعوا عليها. نناقش في إطار بطلان هذا الإجراء على اعتبار بأن محاضر لا يمكن الاطمئنان إليها وإن كانت تعتبر في مادة الجنايات أنها معلومات وإنما هي غير موقعة، فالنيابة العامة تقول بأنها موقعة، والنقاش الذي كان هو أن المفروض أن تكون جميع النسخ مطابقة للأصل، لا يمكن أن تكون هناك نسخة غير موقعة وهي التي لدى الدفاع ويناقش من خلالها الدفوع الشكلية، والنيابة العامة تدلي لنا بالنسخة التي توفر عليها وهي التي موقعة. هذه من بين الأمور أو الوثائق التي نحن في إطار مناقشتها. ما كاين حتى شي مشتكي في الملف، قلت لك هذا الوضع كاين مصرحين، كاين الناس يعتبرهم السيد قاضي التحقيق شهود طالما انهم لم يتقدموا كمطالبين بالحق المدني ولم يصروا على المتابعه ولم يصروا على تقديم التعويض، وانما لدينا اسم اعتبره قاضي التحقيق مطالبا بالحق المدني، الوصف القانوني لهذا الشخص او صفته او اهليته او مصلحته في الملف سوف نناقشه في الجلسه المقبله ان هو حاضر، لأن هذا الأمر هذا تطالب به الهيئة القضائية دائما استدعاء هذا الشخص، ولكن في كل جلسات لا يحضر هذا الشخص أو لا يتم استدعاؤه ولسنا نعلم ماهية ولا ظرفية ولا كيفية عدم حضوره لهذه الجلسة، سوف يحضر إن حضر في جلسة 21/9 وسوف نناقش سبب حضوره وماهيته وسند تواجده داخل القاعة. أستاذة فاطمة الزهراء، على أي أساس اعتقل هذه المتهمات؟ جميع المتهمين معتقلي في اطار الاعتقال الاحتياطي، وهذا من في هذه المحكمه فنناقشه داخل جميع هذه القاعات، في جميع هذه القاعات الجنايات محاضرها تعتبر معلومات فقط، تعتبر معلومات ما دام ان الوكيل العام يحيل الملف على قاضي التحقيق بمعنى ان المعطيات ليست ثابته في حق ارتكابهم لفعل مجرم قانونا، ما دام انهم تحالوا التحقيق وما تحالوش على الجلسه الفوريه ان لم يكونوا التحقيق الزاميا بمعنى بان مجموعه المعطيات والشبه في ارتكابهم ولكن ليست أكيدة في حقهم. بالقول بالاعتقال الاحتياطي راك كنقولها، هاد الناس راه كدوز الحبس، راه ما بقاتش شي حاجة سميتها الاعتقال الاحتياطي، هاد الناس راه فعلا في الحبس، راه فعلا في الحبس، راه دابا 14 16 شهر، وهاد الناس وكنسميهم حنا في إطار الاعتقال الاحتياطي، واش بقى شي احتياط دابا؟
واش الناس يخافوا منهم او يخافوا عليهم؟ واش الناس زعما غادي يهربوا ولا شنو؟ رغم ان كان 18 كتدبير السيد نائي، كاينه تدبيرات اللي هي ممكن انه الشخص ملي كتوفر فيه تلك الضمانات انه يخرج في حاله صرع يدافع على نفسه والتواجد ديالو داخل المحكمه، يحضر ويناقش الملف ديالو الى تموت في حقه ارتكابه ذاك الفعل الجرمي، ان للمحكمه ان تقول بادانته وتحكم بالنفيذ في حقه. اما هو الحال ان الناس دابا كدوز 16 شهر ديال الحبس وحنا كنقولوا بانه ليس هناك اي تجار في البشر، فهذا امر كيولي شويه صعيب. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.